الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا رايح دلوقتي السوق، رايح اركب الاول العربية. انا حاليا في حدائق المعادي، رايح اركب بقى العربية. مش عارف بقى، لسه اول مرة اركب من هنا من المنطقة ديت. الله المستعان، لما اوصل بقى بقول لكم التقرير بقى عامل ازاي. يلا باي باي. السلام عليكم، وصلت سوق السيدة عيشة اهوت. ده اول تقرير اعمله، شمس صعبة قوي. استنى ما اقف كده احسن، كده شايفيني او كده احسن بالنسبة لي. وصلت سيدة عيشة، ركبت كام مواصلة كده. المهم سوق السيدة عيشة احنا واقفين هنا، كان فيه، كان الاول كان فيه حديقة اهيت ورايا دي، كنا بنقف فيها الاول، او كانوا بيقفوا فيها الاول بتوع طيور الزينة. بعدين نقلوهم، كان المفروض ان هي ده كده السوق، او ده كده عفوا الموقف، والناحية التانية كده كان السوق القديم. بعدين الموقف بقى هنا جم نقلوه او طلعوا الناس من الحديقه ديت، وبقى اللي واقفه في المكان ده هنا كده. في ناس هيت معاها عصافير. السلام عليكم، ازيك؟ نقلب بقى الكاميرا عشان نعرف نتصور احسن. السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله والله بخير. اسعار العصافير النهارده ايه؟ الاسترالي والحاجات اللي معاك؟ الاسترالي النهارده صغير ب 40 جنيه والكبير بيعمل 65. والزبرة اسعارها ايه؟ الزبرة بتعمل 60. كبيرة ولا صغيرة اللي شغال؟ لا كبير، الزبرة بتعمل 60، شغال باللي ما احنا في 60. ايه شكرا. هنا بيطبخوا عصافير، مالناش دعوة بدول. السلام عليكم. ازيك؟ في ناس كتير بقى هنا معاها عصافير كوكتيل اهوت. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك؟ كوكتيل بكام؟ 4.5. ب 4.5 ده اللي هو 450 جنيه. شكرا. في حبش اهوت، في ايزابيل. ده جوز شغال؟ في جوز اهو. معاه زغليلو؟ زغليلو واحد. سعره كام؟ 400. السبت بالعيش اهو. بالزغليل؟ زغلول واحد. سعر اللقطة اهوت. يلا، سعر جميل. في ناس، في ناس شايفاني، في ناس. السلام عليكم، في كمان معاه وايت فيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيتكلم الوايت فيس. الوايت فيس لنون. الفرنساوي بيتكلم على الفرنساوي ولا بيتكلم على الحبشي؟ فرنساوي. فرنساوي؟ الايزابيلي بكام؟ الحتة الايزابيلي دي عامل 250. 250 والثانية؟ والدكر بتاعها عامل 200. تمام. ده دكر صغير؟ ده دكر صغير مش كده؟ لا دول الاثنين دول شغالين. شغالين؟ ده الدكر بتاعها؟ ده صغير ده لسه. ده كبير. ده كبير؟ كبير. لسه وشه مش ابيض. نعم. لسه وشه مش ابيض. طالع لونه كده. طالع لونه كده. طيب انت قادره. ماشي. السلام عليكم. فلل اهي. السلام عليكم، ازيك؟ وبركاته يا باشا. سعرها كام الفلل دي؟ ب 400 و 500 و 300. مش كل. اللي هو الاسبانجل الاول واحد ده اسبانجل سنجل فاكتور 200. ده ب 200 الحته؟ واللي بعديه ده هي كتف واحد؟ كتف واحد ده لقاي. عامل 400. 400. طيب تمام جميل. والنورمال الازرق العادي؟ لا 150 بتاعي. 150 بتاعي. شكرا. في كمان يمام، ماليش في اليمام. طيب نقول لهم سعر اليمام. نقول لهم سعر اليمام بكام اليمام ده؟ 120. 120 جنيه. ده صغير ولا كبير بقى ولا ايه؟ ده كبير. والصغير منه كام؟ بيعمل له 80 70. ده اسمه يمام ايه؟ المطوقه امري. امري حمامه المطوقه امري. طب واللي هو اللي لونه عليه ابيض في بتاع ده؟ لا في حاجه ثانيه لونها اصفر بتاع ده، بني في ابيض. هي ده امري مصبع. طب والحمامه البيضه دي بكام؟ دي لونها ايه؟ لزاز هندي ب 250. هزاز هندي 250. شكرا. شكرا. في ناس بتبيع مقصف، عارفين المقصف اللي هو الفرنش مولت او اللي بيتقال عليه ايه، فرنش مولت او التقصيف الريش او سوس الريش، بتبيع بكام المقصف ده؟ بس ب 30. المقصف 30 جنيه. طيب شكرا. طبعا لو انا هجيب عصافير صغيره زي دي كده مش هجيب مقصف، لان الراجل التاني كان بيقول ب 40 جنيه. في وايت فيس. السلام عليكم، ازيك؟ في روز اهو. الروز بكام الروز؟ انت عايزه بكام؟ انا عاوزه ببلاش. طب سجل ايه بقى كده؟ دي قناة عالم الكوكتيل، اكتب على اليوتيوب بس نهار الخميس. انا اول مرة جاي هنا. بجد والله؟ والله. حلو، يلا يا عم طلعك بقى في الكاميرا عشان ما تطلعش. بكام الروز اللي اسعاره ايه؟
ما هو في صغير وفي كبير. قول قول اسعار الصغير والكبير ايه؟ يعني الصغير مثلا في ب 100 في 150 في ب 200. طيب اللي هي على حسب لونه. اللي هي لونها رمادي دي موف صح؟ ايه؟ دي موف اللي هي اللي لونها رمادي يولو بيتش. اه دي موف. دي اسمها موف تمام. وده الموف بكام؟ يعني واحد وربع جوز. واحد وربع اللي هو 125 جنيه يا جماعه. الاسعار بتتقال كده ايه بالواحد واحد وربع واحد ونص اللي هو 150 جنيه. الاخضر بكام؟ الاخضر واحد وربع برضه. برضه؟ طيب تمام. الفواتح 150. طب اللي تحت ده شكله كبير شويه. اه عامل 250. 250 جوز؟ اه اليلو بيتش والاخضر؟ يلو بيتش انت عارفه اهو. اي حاجه؟ اه انا كنت بربيه من فتره بس بطلته. من اول ما السعر بتاعه وقع وانا ما عدتش بربيه. شكرا. شكرا. قلت لي بقى على ايه؟ اكتب نادي الخميس بس. نادي الخميس. ماشي. طيب في زحمه هنا؟ زحمه شويه ممكن نعدي؟ في اللاتين خلاص عرفنا سعره. نسال حد تاني. نسال مين؟ نسال مين؟ في حمام اهو. استنى اقول لكم سعر الحمام. السلام عليكم. حمام بتاع مين؟ سعره ايه؟ سعره ايه؟ اسعار الحمام ايه؟ مش كله. طيب الانواع دي ايه شكلها ايه و ايه؟ جمعيات. اما جمعيات حاجه اسمها جمعيات. خلي مين بقى؟ خلي مين؟ انا بنتكلم القناه. قول لي الاسعار كده ايه الحاجات دي؟ في ب50 في ب60 في ب100 حسب. معايا؟ طيب في ب50 و100 مش كله. طيب ايه الانواع؟ ايه الفرق بين ده وبين ده يعني؟ ده استرالي ده بيك اهي ده كريستيات جمعيات استراليات مش كله. استرالي وجمعيات. والاولانيه اسمها ايه اللي هي البني دي؟ دي بيكيا. بيكيا؟ بيكيا هزاز. بوك هزاز. ايه؟ بوك هزاز. بكام دي بقى؟ دي 100 جنيه. 100 جنيه حته؟ طيب شكرا. ده كراكندي. وده كراكندي. وفي حاجه اسمها كراكندي. طب ماشي. طيب ماشي. طيب انا مش متابع الحمام. السلام عليكم. ازيكم؟ فين فين؟ في اوبلاين. السلام عليكم. بكام الاوبلاين؟ ب 700 جنيه. في ده اوبلاين في حتتين شبابات وفي حته اوبلاين هي كبيره. الاوبلاين الطرحه بتاعته بتكمل بعد ما يبدا يبلغ اللي هي الحته دي كده الكبيره والاثنين دول صغيرين. 700 ده الصغير ولا الكبير؟ ده شبابيات. شبابيات؟ اه. والحته الكبيره بكام؟ الحته الكبيره تعمل لها 500 جنيه. ده كده اسعار اوبلاين. اورنج في فلل زبرة. في زحمه هنا كويسه اهيت رغم النهارده كانوا عاملين. في واحد بيبيع ذره كمان. هو بيبيع ذره عشان خاطر الناس بتوع العصافير. في البينو. انا عاوزين حد يسال حد على البينو. في ناس. مفيش حاجه جديده لسه كده. في لاتينو اهوت. نسال على لاتينو. السلام عليكم. بكام اللاتينو؟ نعم. بكام اللاتينو؟ 250. في كمان حته معاك مصبعة. 250 دي الاول قبل ما اتكلم في المصبعة. الحته اللي هي ال 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 اسمها ايه اللاتينو دوت 250 ده شبابات ولا كبير ولا ايه؟ لا ده كبير. كبير ب 250؟ بس ازاي 250؟ ده بيتباع ب 600. في حته شكلها صغيره ايه؟ تعبانه دي ولا ايه؟ لا مش تعبانه. لا اه كنت تعبانه وبتضحك على الناس. هي بصوا مغمضه عينيها كده زعلانه. طب المصبع ازابيلا دوت حته كام؟ 250 برضو. برضو؟ طب جميل والله. السعر كويس. ربنا يبارك ان شاء الله فيهم. على اليوتيوب بكتب نادي الخميس. ماشي يا باشا. ماشي جميل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم؟ الايزابيلا السينمون دي بكام؟ الوايت فيس دي اخرها 200. اخرها 200. والحبشي اللي بخد. الحبشي اهو. الحبشي اللي بخد ب 125. 125؟ ان شاء الله. واللاتينو؟ اللاتيني اللي فيه نتايه لوحديها عامله 2 وفي نتايه مع الدقم الحبشي دول عاملين 3.5. اسعار كويس. شكرا. على اليوتيوب نادي الخميس. في ده ايه؟ دي تركيبات ريمبو؟ تركيبات ريمبو مش كده؟ طيب تمام. الريمبو بكام والتركيبات بكام؟ ريمبو الحته ب 300. والتركيبات؟ التركيبات 100 150 يعني الفول بادي مثلا 150 الكلير 100 كده يعني. حلو. الحاجات كلها شغاله. اسعار جميله. شكرا. ماشي. نادي الخميس على اليوتيوب. السلام عليكم. في ناس قاعده اهيت معاها لاتينا. يا خرابي في عصفير شكلها تعبان خالص. بالنسبه لي انا كحد بربي بقالي سنين لما ببص على العصفور ببقى عارف دوت تعبان ولا سليم وضعه ايه. الجديد هيبقى بالنسبه له الموضوع غريب مش هيبقى عارف التعبان من السليم. وده اللي بنحاول نعمله معاكم في القناه. ك
كان في عصفور لاتينو كده كان في الجنب كان نايم كان شكله تعبان. انا مش لاقي البينو كفايه في حاجات كتيره موجوده. السلام عليكم. انا سلام اصور الراجل ده عشان بحبه. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ شوف التصوير حبيبي يا اخويا. عامل ايه؟ صحتك عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مزاجك؟ ربنا يخليك. وحشنا والله حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. معاك البينو اهو. كنا عاوزين نصور مع حد يعرف البينو سعره كام. البينو والله اسعار كتيره يا اسنادر، على حسب السعر على حسب العمر. يعني في طيب الصغير بكام والشبابات والكبير؟ الصغير الزغاليل معاك الالبينو بتبدا معاك من 500 الحته، في 500 600 700 على حسب المستوى والحجم بتاعها. تمام. الكبير ان شاء الله مثلا الجوز شغال بيبدا معاك من 2000، جوز 2000 2400 برضه على حسب مستواه وتحضينه وتخصيبه. يبقى الصغير من 500 ل 700 الحته. اه بالظبط. والكبير من 2000 ل 2400. طيب تمام كويس حبيبي. ده استاذ محمد عيسى من الناس المحترمه جدا اللي بحبه قوي. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. تسلم لي. تسلم لي حبيبي. كده التقرير معايا طولنا قوي فيه. السلام عليكم شباب. طولنا كده في التقرير. في لقطتين كمان اهيت في فلل. كان في واحد هنا كان بيقف معاه البينو كتير كده بس مش لاقيه. كان بيقف هنا في الحته دي. اطلع 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 ولا تزعل نفسك. السلام عليكم. في حاجات فلل لسه برضو بتلاقي في السوق. حاجات فلل كتف واحد وحاجات دم ضعيف. في حمام شكله جميل اهو. السلام عليكم. بكام الحمام اللي شكله جميل دوت؟ بكام الحمام ده؟ لا والله مش للبيع. مش للبيع. طيب ماشي. الراجل مش هيبيعه يعني. كنا نشتري يعني يا عم. زعل. في ناس لما بتلاقي الكاميرا جايه عليها. بصوا انا كده خلصت الجزء اللي ورا. في بقى جزء تاني هنا كده الناس برضو واقفه فيه. وفي بقى السوق جوه. بتهيالي كده مش هعرف اكمل كده تاني عشان خاطر جوه بقى اخش الناس هيقعدوا يسلموا عليا. فهسلم بقى على اصدقائي وبعدين استنى كده بقى اقلب الكاميرا. الجزء اللي ورا دوت كان كان السوق. في انا كده ده في السوق القديم. دي كده كانت الجنينه. حبيبي ازيك؟ في حد مش شايفه مين؟ ازيك؟ مستنيينك نار القاهره لايف. ربنا يدلع على السلامه. تسلم والله. اقفل بس الفيديو واكمل معاك. كده خلصت معاكم التقرير. ده كان اول تقرير نعمله بعد الانتقال للقاهره عامه للسكن في القاهره. هخش بقى السوق الثاني اللي فيه ادويه. في اصدقاء ليا كتير اللي عاوز اسلم عليهم فمش هعرف طبعا اصور وانا بتكلم. اتمنى يكون التقرير عاجبكم. لو في اي سؤال او استفسار شرفوني بالتعليق تحت الفيديو. اسيبكم على خير. السلام عليكم.